بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهارده عن سمكرة التلاجة. طبعا زي ما احنا شايفين الجزء من تحت عامل ازاي. نبدأ نسمكرها دلوقتي ان شاء الله. لازم اقضي على اثر الصدى خالص، ما يبقاش في صدى عشان خاطر لما نيجي ندهن ما يبقاش في مشاكل بعد كده.
هوقف. لازم اقضي على اثر الصدى خالص في التلاجة.
كده انتهينا من السمكرة. هو هنبدأ نخش على ايه والسمكرة بتاعتها، نبدأ نخش على المعجنة ان شاء الله. طبعا لازم ننضف جدران البيبان كده زي ما احنا شايفين، بنبيز طبعا بسلك معانا اهو، نحاول ننضفه كويس عشان طبعا لما نعمل بقى الدهان بتاعنا يبدأ يمسك، الباب يبدأ يمسك مع جسم الثلاجة. وبرضه بالناعم ايه المكان اللي احنا اشتغلنا فيه، بتفرش السلك في الشنيور بالناعم، احنا مكان هو نقدر. لازم ننعم كويس عشان ميبقاش فرايش. عشان لما نيجي المعجن، المعجنة تمسك في ايه؟ في جسم التلاجة. اي اتساخات بقى بنحاول نشيلها، السلك طبعا بيشيل اتساخ ومبيجرحش الايه؟ التلاجة.